السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا باشمهندسين في محاضرة النهاردة من مجموعة محاضرات مجانية كنا ابتديناها قبل كده أو أعلنا عنها. يمكن النهاردة المحاضرة الثامنة أو التاسعة في سلسلة المحاضرات المجانية. كنا ابتدينا في الفيديك والأدفانسد بلاننج وفيديك موديول 4 وفيديك موديول 2 و3 وأدفانسد بلاننج، والنهاردة بنتكلم على الفاينانشال مانجمنت. خلينا كده ندي يعني تعريف سريع بالفاينانشال مانجمنت وايه اللي هندرسه فيها وايه اهميتها للمهندسين او العاملين عموما في مجال اداره المشروعات. احنا كلنا عارفين ان مثلث اداره المشروعات هو مثلث له علاقه بالكواليتي وبالكوست وبالتايم بشكل اساسي. فالفانكشن او الضلع بتاع الكوست يعني ما بيستقيمش الا اذا كان القائم على المشروع فاهم يعني ايه فاينانشال مانجمنت للبروجكت. كتير من المهندسين بيبقى متخيل ان البادجت او الكوست بتاع المشروع يعني الشطاره في ان انا اعمل كوست كنترول واوفر في البنود واعمل فاريشنز فاجيب بنود ارخص. ده كويس، بس ده جزء من النولج، مش كل النولج. يمكن اللاين بتاع الفاينانشال مانجمنت للمشاريع أوسع شوية، وأنا قاصد كلمة لاين لأن هو بيبدأ من نقطة معينة في عمر المشروع وينتهي عند نقطة تانية. بيبدأ يمكن من الاستيميشن، يعني خلينا نقول إن الناس اللي عايزة تستوعب الفاينانشال مانجمنت بتاع المشاريع وتبقى شاطرة فيها هي بتبدأ من الاستيميشن والميثودز اللي أنت بتستعملها في الاستيميشن، ثم بتبدأ بتكمل بعد كده في الكوست كنترول ومراقبة المشروع. لكن ما قبل الاستيميشن وما بعد الكوست كنترول، ويمكن مهندس فوزي يصلح لي او يدي رؤيه اوسع، هي الفاينانشال مانجمنت. انا ادخل المشروع ده واتعامل معاه ازاي، ادخله ولا ما ادخلوش، احسب له ايتمز كتير بقى، النيجاتيف كاش فلو والار او اي والتمويل بتاعه هيبقى منين، طب اخد قرض ولا امول من لو في نيجاتيف كاش فلو، ولا امول من نفسي، طب اظبط الدفعات، طب اتفاوض على شروط دفع او استلام فلوس احسن. يعني تفاصيل كتيره اوسع من مجرد الكوست كنترول والكوست استيميشن في اداره المشاريع عموما. انا فاكر يمكن اول مره اخد الكورس ده كان في الجامعه الامريكيه، وكنا قديم بقى، انا راجل عجوز شويه يعني 2007 كده ولا حاجه، وكان الواحد لسه بيسمع الكلام ده لأول مرة ومش مستوعب إيقاع الكلام ده مع إدارة المشاريع وإزاي الكلام ده مهم. خلينا كده نتكلم على الأوتلاينز اللي هتبقى في الكورس، ثم نتكلم على هو شود أتند وتعريف مهندس فوزي حراز معانا. لحظة واحدة أنا هعمل شير سكرين. خلينا نتكلم على الكورس اوتلاينز. فاندامنتال اوف فاينانس، ثم الكونتراكت بروفيتابيليتي اند برايسنج. طبعا كل تايتل من اللي احنا بنقوله ده تحتين بريك داون هنتكلم عنهم. الاسيت فاينانشال مانجمنت، كي فاينانشال مانجمنت ايشوز، الديسيجن سبورت فانكشنز تو فاينانشال مانجمنت. شويه عناوين كده يمكن شكلها تخض شويه، بس سهلا ان شاء الله بعد ما نسمعها من مهندس فوزي ونتعلمها ونشوف الاد فاليو اللي احنا هناخدها من الكورس ده. هنتكلم بقى على الفاندامنتال اوف فاينانس. التايم فاليو اوف ماني، اظن كلنا حاسين النهارده ان اللي كان معاه 100,000 جنيه من شهرين ثلاثه الفاليو بتاعتهم راحت فين دلوقتي. ده كده حاجه بسيطه بس في الايه، في التعويم اللي احنا فيه. لكن لو هنتكلم على الديسكاونت كاش فلو، دي النقطه الثانيه، او الانترست ريت اللي بتجيلك والكلام ده، هتلاقي الموضوع اوسع شويه. وان كان التقلبات اللي الجيل بتاعنا بيمر بيها بشكل اسرع من غيره خلاها يعني تايم فاليو اوف ماني خلاص بقت كل الناس ايه حاسه بيها دلوقتي. لكن طبعا لما تدرسها يبقى فيها معلومات اوسع واكبر بشكل علمي. الدايركت والاندايركت كوست، الفيكسد فاريبل اند سيمي فاريبل كوست، بريك ايفن اناليسيس. ودي يمكن كلمه، انا فاكر البريك ايفن اناليسيس او الكونسبت ده غير نظرتي في الحياه لامور كتير. انك تعمل بريك ايفن، يعني ايه بريك ايفن؟
وفين النقطة اللي تقبل عندها المشروع يكمل أو ما يكملش، أو حد الخسارة وحد المكسب. كل الكلام ده محتاج إيه تعرفه وتتفهمه. ندخل في الكونتراكت بروفيتابيليتي اند برايسنج، برايسنج استراتيجي اند تاكتكس، البروفيت بلاننج، الكوست استيميتنج، الكوست بيزد برايسنج والماركت بيزد برايسنج والفاليو بيزد برايسنج. يمكن كل دي ميثودز بنستخدمها في التسعير بتاع المشروعات ووضع سعر مناسب للعقد. النقطة اللي بعد كده الاسيت فاينانشال مانجمنت، إدارة الأصول بتاعتك سواء الكاش أو تايمينج أوف كاش فلوز، انفنتوري، إكويبمنت، ريفينيو ريكوجنيشن وفاينانسينج أرانجمنت. أنا يمكن هدي مثال بس بسيط. طب أنا عندي مشروع أجر له معدة ولا أشتري له معدة؟ بص محمد معلش الشير فايل اختفى. تقبل لحظة واحدة عشان نتابعك بس. كويس حضرتك قلت لي. تمام. فهو السؤال هل اشتري معده ولا اجر معده؟ انا اعرف بعض مديري الكوست كنترول في بعض المشاريع، انا حكوا لي على تريك كده كانوا بيعملوها، اشتروا معدات جديده ومش عايزينها تظهر في الفيز او في سوري في الميزانيه بتاعه الشركه، فخدوها اجروها للمشاريع بتاعتهم وحطوها. يعني انا عايز اقول لك اداره الاصول واخفائها او تحملها على المشاريع. طب هل المعده الجديده دي تحمل كامل ثمنها على المشروع ولا تعاملها كانها بتتاجر؟ تتعامل معاها ازاي؟ شركات المقاولات الكبيره ممكن بيبقى عندها محطات صب او خلط خرسانه، بيبقى عندها ورش حديد، بيبقى عندها اسطول عربيات كبير. طب ده يتحمل ازاي؟ يعني فلوسه مين يتحملها؟ المشروع يتحمل الفلوس بالكامل ولا تتوزع؟ طبعا يعني وقرارات بقى اشتري ولا اجر والكلام ده كله، كل ده له علاقه باداره الاسيت او اصول الشركه طبقا للمشروع. يعني ما يبقاش دايما بعض مديرين المشاريع بيبقى بس دماغه في تكلفه الخرسانه والتشطيبات وقلل في ثمن البند والكلام ده، لا دايما في نظرات اوسع. اخر نقطتين الكي فاينانشال مانجمنت ايشوز، ريسك مانجمنت وسيناريو اند سنسيتيفيتي مانجمنت والايرنت فاليو اناليسيز والفاريانس اناليسيز. Contract terms and condition بتأثر جدا على الفاينانسينج بتاعك أو بتأثر على الكاش فلو وتأثير الكلام ده. يعني ببساطة لما يبقى في العقد عندك إنك المستخلص هتقبضه كمان شهرين ب60 يوم مثلا زي الفيدك، غير لما تقبضه كمان شهر. أنا ممكن أتفاوض معاك على أنا أخفض لك المبلغ بتاع المشروع نفسه لو أنا شركة مقاولات مقابل إنك تريح لي الكاش فلو، لأن included جوه السعر بتاعي النيجاتيف كاش فلو اللي انا هموله من نفسي او القروض اللي انا هاخدها. فانت لو انت هتمول لي المشروع او تديني فلوسي بسرعه ده هيخليني قادر ان انا اتحرك معاك بشكل احسن. الانكو تيرمز ودخولها في الشح وفي شروط التوريد والكلام ده، يمكن الناس اللي بتشتغل بروكيورمنت هتبقى عارفه مصطلح انكو تيرمز. الحاجه الاخيره الديسيجن سبورت فانكشنز تو فاينانشال مانجمنت، الكوست استيميتنج وات وركس بيست، كوست استيميتنج ميثودز، making sense of historical data, database and historical curves, relationship between cost estimating and the pricing, using Excel for sensitivity analysis, planning and scheduling. دي تقريبا الـ outlines اللي هنتكلم فيها، وطبعا مهندس فوزي هيتكلم باستفاضة أكتر. أنا بس شايف زمايلنا على لينكد إن، منهم اللي حابب يجوين معانا. طبعا أنا هبدأ أستقبل من زمايلنا على لينكد إن اللي عنده سؤال او حابب انه يجوين معانا، اسف عنده سؤال وحابب انه يطرحه على مهندس فوزي يا ريت يكتبه في الكومنتس. انا هحط برضو لينك الزوم دلوقتي ان شاء الله على لينكد ان، بس اخلص الانترودكشن دي ويقدروا زمايلنا اللي على لينكد ان يجوينوا معانا على زوم. طيب نعمل تعريف سريع بمهندس فوزي. مهندس فوزي حاصل على المارين انجينيرنج سنة 75، بي اس سي في مارين انجينيرنج اند نافال اركتكتشر جون 1975 جريد اي، تشارترد انجينير ممبر اوف انستتيوشن اوف مارين انجينيرز. كي تريننج اكسبيرينس بروجكت ديفلوبمنت بلاننج ات فيرست الفرات اويل كومباني ان دمشق 1995،
project controls at First Petrobel in Cairo 1995, effective maintenance management at First Wintershall in Libya, Cairo 2007, project cost management at EcoMan Training and Consulting in Dubai 2017, was certified contract management at PTS Training and Consulting in Dubai 2017. Project planning and scheduling at EcoMan Training in Istanbul 2014, with project technical and economical evaluation at EcoMan Training in Kuala Lumpur 2015. Oil and gas facilities maintenance outsourcing at BTS Training in Khartoum, November 2019. Work experience, Zohr Project Integrated Reporting Coordinator at Petrobel Company, Project Controls Manager at ESETCO for the Petrochemical Complex Project in Alexandria, Deputy Project Controls Manager at Gulf Oil Company, JV with British Petroleum, Brownfield Project Platform and Pipelines, Project Services Manager at AGIB, KCO, Kashagan Development Projects, Project Services and Controls Manager at ENI, IEOC Egypt, Project Controls Coordinator and Risk Management Focal Point at AGIB, KCO, Kashagan Development Project, Project Controls Manager at United Gas Derivatives Company at JV ENI. وكان أيضا Lead Project Control Engineer at Petrobel ENI Affiliate in Egypt, Project Manager at ABB Oil and Gas Company, Project Control Engineer or Project Coordinator at Zafarana Oil Company, Senior Planning Engineer at Suez Oil Company, or Senior Planning Engineer for Refinery Revamps and Upgrades at Petromin. CV واسع وعريض, خبرات تتنوع من سنة 1975 حتى الآن في الأويل أند جاز والإنفراستراكشر في السيفل والميكانيكال بروجكت داخل مصر وخارج مصر في مشاريع كبيرة وشركات دولية. أنا بنفسي تعلمت حاجات كتير من مهندس فوزي خلال معرفتنا البسيطة اللي تقدر بحوالي مثلا 12 سنة تقريبا 2011 أو 2012 10 سنين تقريبا. مش عايز أخد بقى من وقت مهندس فوزي أكتر من كده. المايك مع حضرتك باشمهندس, تفضل. أشكرك باشمهندس محمد, أرجو أن أنا يعني أحقق الكلام الكبير اللي أنت قلته وندي حاجة مرضية للزملاء اللي حاضرين معانا النهاردة. أرجو الصوت يكون كويس, ما عندي مشكلة في الصوت. الصوت واضح يا باشمهندس حمد؟ واضح يا باشمهندس, واضح. طيب على خير الله, أنا هعمل شير سكرين. أنا بس هوضح نقطة أخيرة, الزملاء اللي بيسألوا على كيفية الاشتراك في الكورس, أنا هحط لهم اللينك بتاع الاشتراك وكود الخصم عشان ما أقطعش مهندس فوزي خلال الشرح. تفضل. واحد, انا هحطهم في الكومنت وحضرتك ابدا يا باشمهندس, هحطهم في الشات والكومنت. أهلا بكم باشمهندسين, أهلا وسهلا. دايما بحب أبدأ بالمقدمة دي إن الكورس ميشن بتنبني على إنه value driven, يعني الهدف إنه في آخر الكورس كل واحد يطلع بجزء من المعلومات الكورس, جزء قليل جزء كتير حسب مشاركته وحسب طريقة العرض حسب خبرته القديمة وحسب اهتمامه بالموضوع. يعني interactive dialogue, أنا الحقيقة دايما محافظ على الدكاترة خلي السؤال في الآخر, لأن دايما أول سلايد أنا يعني برحب إنه يكون فيه أسئلة clarifications بحيث إنه السلايد اللي بعدها ما تبقاش مبنية على حاجة اتمررت كده ويبقى الحاضر مش متابع. ف interactive يعني كل سلايد is open for question for clarifications for comments
flexible to participants specific needs. برضو مشكلة الكورس اللي زي ده انه ناس من قطاعات مختلفة، فيهم ناس من الكونستراكشن، فيهم ناس من الباور، فيهم ناس من الاويل اند جاز، نوعيات صناعات مختلفة. واحنا مطالبين انه كل واحد السبيسيفيك نيدز بتاعته يعرضها ونديله على قدر المستطاع فيدباك او فاليو للاحتياجات بتاعته. الحمد لله يعني الخبرات اللي انا مريت بيها، انا مريت بانفراستراكشر اويل اند جاز باور يوتيليتيز، فالحمد لله في برود اكسبوجر معظم الحاجات ممكن نعمل. واذا ما كانش عندي حاوعد ان انا هرد عليه وحاسال اسال صديق وارد عليه في لاحقا يعني. ف اي واحد ما يقولش انا من قطاع غريب او انا من قطاع مش كونستراكشن او كده، وير فليكسيبل، كل واحد حاضر من حقه ان هو يقول على الاحتياج بتاعه، من حقه ومن واجبنا ان احنا نرد عليه. براغماتيك للمصلحه، المفروض ان هو يعني نبعد عن الهيستوري الى حد كبير ونتكلم على ستيت اوف ذا ارت النهارده، اخر حاجه مودرن ترندز اللي هي شائعه ومتداوله في الموضوع. اندستري دريفن، الكلام ده هو الحقيقه مش سبيسيفيك او ده متعارض مع الفلكسبيليتي. الكلام ده كان لما يكون شركه معينه في الاويل اند جاز او في الكونستراكشن هي اللي طالبه الكورس، فبنبقى موجهين على الصناعه بتاعتها. ودايما بنقول انه الكورس بدايه، يعني التعلم از ليرنينج از كونتينيو بروسس، وفي لاحقا في تطورات. الميشن ستيتمنت، الكورس احنا بنحاول understand basics of economics, net present value, discounted cash flow, costs, revenues, and profits. Basics of economics. Applying these to investment proposals. Applying optimum pricing to ensure winning and delivering profitable projects. Pricing هي نقطة مهمة جدا خاصة للمقاولين، إنه يعني بين حاجزين، حاجز إن هو عايز ياخد profitable project وفي نفس الوقت عايز ياخد competitive price بحيث انه يضمن انه هو يطلعش رقم 2 او 3 في البيدرز ليست. شغلانة صعبة. Proper planning and cost estimation of the projects, validating the profitability of proposed project. Make sure ان ال proposed project makes profit. It's not just for investing. لا، investing profitably. Putting the right contract terms and conditions for a winning project or winning business. طبعا زي ما المهم محمد قال انه عارفين في عقد بيبقى احسن من عقد يمكن نفس البرايس او نفس الكونتراكت فاليو، لكن terms of condition فيما يتعلق payment terms، هل هي شهرين ولا شهر، هل advance payment 15% ولا 10% ولا 5% ولا مفيش. كل الحاجات دي الكونتراكت تيرمز بتفرق كتير قوي في البروفيتابيليتي والكاش فلو بتاع المشروع. انشورينج بروبر فير فلو اوف كاش انتو ذا بروجكت، كونتينيو كلوز لوك مونيتورينج اند كير تو بوتنشال ريسكس، وتعلق جزئيه الريسك مانجمنت اند ريكوايرد ميتيجيشن. معلش هقطع حضرتك، في مشكله في الصوت، خليني كده عندي انا لا هشوف بقى زمايلنا على لينكد ان، ممكن اللي سامعني يقول هو لينكد ان بقى التخاطب معهم بيبقى ايه لازم مختلف شويه. ممكن نكتب في في الشات اي حاجه، سوري، في الكومنتس، او ندي لايك على البوست او كده للي وصل له الصوت، انا في زملاء بتشتكي. كل لينكد ان بيشتكوا ولا حد معين الكوميونيكيشن عنده؟ يعني شايف كميه كبيره فعشان كده بس لا هو لو واحد بس، لا يبقى اكيد مشكله فرديه لو واحد عنده. محمد اسلام، انتر ذا ويتنج روم، ادميت خلاص اتفضل.
لا انا عايز فعلا اول حاجه انه في كوميونيكيشن، سوليد كوميونيكيشن، احنا مسموعين وبنسمع الناس. ف لا الصوت اتظبط خالص. طيب الحمد لله. الحمد لله. Continued performance monitoring of the project and taking recovery actions as and when needed. Documenting and sharing lessons learning at the project close out. دي مهمة جدا الحقيقة، يعني الصناعة ما بتتطورش إلا عن طريق project close out، اللي هو يسجل الحاجات الإيجابية في المشروع والحاجات السلبية عشان يتم تفاديها في المشروعات اللي جاية. Wrap up values of the course and plan a way forward. طبعا الآخر كل واحد لازم يكون قيم الـ output اللي هو هرج بيه من الكورس و next career movement أو next training plan. نيجي على الكورس content. الجزء ده كان المهندس محمد مر عليه، الـ time value of money will discounted cash flow. هي نفس وهو ان money of the day، فلوس النهاردة قيمتها السنة الجاية أقل والسنة اللي بعدها أقل وأقل وأقل، وبالتالي الفرق الكبير بين الـ cost estimation والـ financial analysis هو الـ cost estimation غالباً بيتعامل مع أرقام مجردة، في حين إن الـ financial analysis بيتعامل مع value مش أرقام. Estimation أرقام، إنما الفاينانشال أناليسيس بيتكلم على الفاليو للأرقام دي، لأنه الأرقام دي حسب التوزيع بتاعها على مدى المشروع أو على مدى عمر الشركة، على مدى 5 سنين من البرفورمانس بتاع الشركة، التوزيع بتاعها بيفرق كتير قوي. هل الإيكونوميك موديل، هل البيزنس إز ميكينج بروفيت ولا مش ميكينج بروفيت؟ أنت لو مشروع، يمكن هنشوف الكيس دي قريب في سلايد، لو مشروع السيل برايس 500 مليون والكوست بتاعه 400، يعني سي ان البروفيت 100 مليون، ال 100 مليون دول المقاول كده كده under any terms of conditions and under any cash flow بيجي اخر المشروع ويحصلها، لكن طريقه تحصيله ليها بتفرق على تفرق بيزد على الانستومنتس بتاعه ال 100 مليون دولار اللي هو النت كاش فلو، اللي هو الفرق بين البرايس والكوست، بتفرق كتير قوي. بتفرق على الانستومنتس، بتفرق على الانترست ريت او الديسكاونت ريت اللي هو بطبقه على الدفع، وبالتالي الايكونوميك كونديشنز بتاعه الاقتصاد بتاعه البلد بتفرق في هذه الحالة. حال الديسكاونت ريت 5% ولا 8% ولا 12%. طبعا احنا عارفين انه يعني كل ما تعلى الديسكاونت ريت، كل ما في وقف حال، كل ما تبقى العملية مش بروفيتابل والناس كلها بتبعد عن البيزنس وتحط فلوسها في البنك. واحسن ديسكاونت ريت هو اللي بيبقى فيه ديسكاونت ريت زيرو، بتبقى ده الماكسيمم بنفيت من الدفع اللي انا بستثمرها. القصص المختلفه، وبندرس القصص عشان طبعا كل ما تقلل الكوست كل ما البرفورمانس بتاعك يعلى. يعني انت في عندك برايس، سيل برايس وكوست، كل ما تقلل الكوست. فالتحليل البرايس، تحليل الكوستس كدايركت واندايركت، بيخليني احط ايدي على ايه الارياز اوف امبروفمنت اللي انا ممكن اعدل فيها عشان اقلل الكوستس. تقسيم ثانيه الكوستس اللي هي الفيكسد والفاريبل والسيمي فاريبل كوست. الكلام ده خاص بي يعني الشركات الحقيقه. في الفيكسد كوستس دي لو انتجت، لو انت شركه بتنتج عربيات او تايرز بتاعت عربيات او whatever، لو ماشي بلانت، لو ماشي بلانت بينتج كعبات خرسانه، في عندك فيكسد كوست دي بتدفع لك المعده والناس اللي شغالين عليها، ده بتدفع
variable costs دي كل ما شغل وانتج وحدات كل ما variable costs بتزيد. دي دالة من الانتاج بتاع المصنع أو بتاع الوحدة يعني. والسيمي variable اللي هي بتبقى جزء منها variable إلى حد وجزء منها fixed. دي أنا أتعرض لها بالتفصيل يعني. برضو الحاجات دي لها معايير بحيث ان هو الفيكس كوست ما يزيدش نسبته عن كذا في التوتال كوست، والا يبقى عندي خلل ويبقى عندي اوفر تشارجنج للفيكس كوست على التوتال كوست. البريك ايفن اناليسيس هي نقطه في البرفورمانس بتاعي اللي هي قبلها غالبا بيبقى البرفورمانس مش فيزيبل مش بروفيتابل، بعدها يبقى profitable، يبقى ده المينيمم برودكشن. بسيطه جدا لو اتكلمت مثلا على باتش بلانت، لو الكاباسيتي بتاعته مثلا 2000 متر في اليوم، ما ينفعش تشغله مثلا على 500 متر، هتلاقي التكلفه بتاعته عاليه جدا. يبقى ده فيزيبل فقط لو انت هتشغله مثلا على 1500 في اليوم، وده بيبان من تفاصيل تكاليف الفيكسد والفاريبل يعني. واي شركه واي بيزنس بتبقى ليها نقطه اللي هي الاكتيفيتي بتاعتها اقل من حد معين، ما بقاش فيزبل، ما بقاش بروفيتابل، وعنده نقطه معينه بتبتدي تبقى بروفيتابل. كل ما بتزود كل ما البروفيتابيلتي بتزيد. الكونتراكت Pricing, Contract Profitability، كنا قلنا شوية قلنا إنه المقاول بيبقى عايز يعمل بيزنس بحيث إنه ياخد Maximum Profit، يعمل أعلى Price، وأعلى Price يبقى Competitive، لأنه غالباً نتكلم على Competitive Bidding، داخل معه منافسين، فلازم السعر بتاعه ما يطلعش رقم 2 او رقم 3، لازم يطلع رقم 1. يبقى هو ماكسيمم برايس وذين الكومبيتيشن اللي هو عنده. الحقيقه انا يعني كنت شغال في شركه كانوا يعني الناس الكبار المانجمنت كان بيبقى عارف عامل استيميشن للمنافسين بتاعه ممكن يقدم سعر كام، وبالتالي كان بيحكم السعر بتاعه بحيث ان هو يعني تنتيتيفلي يبقى في الرينج او اقل من الرينج مارجن اللي بحاجه، بحيث ان هو ياخد الشغلانه يبقى هو رقم واحد يعني. ودي جزء من او نوع من البرايسنج اللي هو ماركت بيزد. يعني انا بصرف النظر عن تكلفتي انا محكوم بانه الماركت اللي انا بنافس فيه اعرف مستوى الماركت ايه، لو داخل معاهم مقاولين صينيين او مقاولين يعني عندهم امكانيات انه يعمل اسعار اقل لازم احط ده في الاعتبار، والا ما لهاش لازمه عمليه البيدنج وان انا اخش وابقى في الاخر رقم 3 4 فما اخدش الشغلانه يعني. الكوست استيميتنج طبعا الفاينانشال اناليسيس بيبدا بكوست استيميشن، يعني الفاينانشال مرحلتين، كوست استيميشن وبعدين تطبيق المعايير بتاع اللي هي الايكونومكس اللي هي net present value أو discounted cash flow أو ال internal rate of return أو ال payback period، كل دي معايير. لكن في جميع الأحيان بيبقى أول مرحلة اللي هي cost estimation، والcost estimation طبعا موضوع كبير وشيق جدا، كنا ادينا كورس طويل فيه و له techniques وله knowledge بحيث ان هو الكوست استيميت تبقى ليها كواليتي وبلا كريديبيليتي، بحيث انه اللي ينبنى عليها يبقى برضه يعمل فاليو، والا لو انت هتعمل فاينانس اناليسيس على بور كوست استيميت فانت باني على اساس ضعيف، وبالتالي الناتج مش هيكون ذات جود يعني. ثلاثه برايسنج تكنولوجي، كوست بيزد برايسنج، ماركت بيزد برايسنج، فاليو بيزد برايسنج. الاسيت مانجمنت، الكاش واهميته في اداره شغل الشركه، تايمينج اوف كاش فلو،
مهم جدا الكاش بيخش الشركة امتى، لأن هو الكاش طبعا الشركة بتسدد منه اللايبيلتي بتاعتها، الالتزامات بتاعتها. فمهم قوي يعني مش الكاش يبقى كبير بس يدخل متأخر، لا الشركة هتتكشف لأن لها التزامات معينة، فلازم كاش يخش في توقيت مناسب بحيث ان هو يغطي الكاش فلوز المطلوبة للكاش هاوس او الكوميتمنت بتاعت الشركة. الانفنتوري ليه قيمة وله تكاليف، وعادة البيست performance بيجي عن الانفنتوري يبقى as minimum as possible، لان دي عموما بصفة عامة الانفنتوري فلوس مرمية في المخزن، المفروض تبقى اقل ما يمكن يعني، ودورة الانفنتوري والreplenishment تكون سريعة الى حد ما. الاكويبمنت لها تكاليف شراء وتكاليف تشغيل، ولها depreciation ولها salvage value، برضو دي نقط من نقط الربحية بتاعت الشركة. يعني الريفينيو ريكوجنيشن، الريفينيوز دي اللي هي دخل الرئي الشركة، يعني امتى الشركة تحس بيه ريكوجنيشن، يعني الشركة تحس بيه في الترانساكشنز بتاعتها مع السوق، مع العملاء ومع السوق. فاينانسينج مانجمنت، لو انا شركة وعايز امول مشروع او امول جزء من الشركة، في طرق ان انا امول عن طريق اسيتس، اسهم اصول في الشركه، او امول عن طريق لون. باشمهندس فوزي، الناس بتقول ان السلايد فيكسد، فممكن حضرتك تعمل شير، تعمل فول سكرين وتقلب فيها بعد اذنك. كده شويه احسن. بس احنا شايفين صفحة رقم 10 صح كده؟ طيب تمام، خلاص اتفضل يا هندسة. على الصفحة على نفس البيج، ماشي. طيب الفاينانشال مانجمنت ايشوز او المشاكل في الفاينانشال مانجمنت، من اكبر المشاكل اللي بتواجه الفاينانشال مانجمنت هي الريسكس، والريسك مانجمنت موضوع عريض في ادارة البيزنس. Scenarios and sensitivity management، كل economic model ممكن يكون لي أكثر من شكل، يعني the basic structure هو لكن الشكل والoutput بتاعه والconclusion والdecision بتاعه مختلف حسب البارامترز اللي هي داخلة فيه. ويعني أشهر حاجة الinterstate لما كنا بنتكلم في economic model أو investment scenarios، تلاقيها feasible و profitable لو الinterest rate أو discount rate 5%، لكن لو الinterest rate ذات بقى 10% هتلاقيها مش feasible يعني. فال sensitivity analysis يدرس conclusion أو الوضع بتاع السيناريو حسب البارامترز اللي هي بتشكل الفاينانشال موديل او الايكونوميك موديل او الانفستمنت موديل، ده اللي هو سيناريوز سنسيتيفيتي مانجمنت. يعني من ضمنها مثلا يعني الدفع السنويه او ريفينيوز السنوي قد كده، لو ريفينيوز ده قل عن حد معين او زاد عن حد معين بدرس تاثير هذا الكلام على الاوفرول اوتبوت. طبعا من ضمن الاوفرول اوتبوت اللي هي حاجه اللي قلنا البي باك بيريود، في سيناريو بيدي لك بي باك بيريود مثلا بعد 5 سنين، والانفستور يقول لك وانا ايه اللي عرفنا 5 سنين، ده لونج بيريود، عامل فوركاستنج على 5 سنين والدنيا النهارده بتغير كل سنه، فيقول لك لا مش فيزبل. تعمل تغييرات معينه يطلع ان البي باك بعد 3 سنين، يقول لك والله ده كويس، هو
هو نفس الموديل بس فيه تغييرات معينة خلته فيزبل بعد ما كان مش فيزبل. ممتع جدا على الاكسل شيت لما نشوفها، يمكن نشوف حاجة النهاردة منها. يعني الايرن فاليو اناليسيس ده في المشروعات ده توبيك شائع جدا، والايرن فاليو بينبني عليها حاجتين. حاجة ان انا اعمل كليمز للأونر إنه يدفع لي فلوس قيمة إيرند فاليو، وقيمة تانية إن أنا أقيم البروجرس بتاعي وهل أنا ماشي أس بلاند ولا لا. دي يعني حاجة إكسترنال مع العميل عشان أخد كاش فلو للمشروع أو أخد الفويسز أو الديو أماونتس، وإنترنال بحيث إن أنا أعرف إن أنا ماشي بروجريسنج كويس ولا progressing behind، ولا الـ efficiency أو الـ productivity بتاعتي عالية ولا واطية. الـ variance analysis دايماً بيكون فيه variance، يعني عندي سواء عندي baseline schedule أو عندي baseline estimate، الدنيا ما بتمشيش زي ما احنا baseline بيحصل، وأنا بنفذ المشروع مراحل معينة بلاقي إنه schedule is behind أو schedule is ahead. لازم أعرف الفارينس ده اللي هو فرق من البيزلاينز سواء behind أو ahead منين. أحيانا بيبقى فيه خداع إنه البيزلاين مش مظبوط، يعني يطلع إن أنا ahead من schedule لأن schedule كان ضعيف متواضع، سي إن أنا بعد سنة المفروض إن أكون 30% ألاقيني 35%. قد يبدو لأول وهلة إن أنا performing quite well، وإنما المشكلة إنه baseline كان ضعيف wrong planner ما عملش المجهود الكافي، وإنه الحياة المشروع يعني كoptimal performance بعد سنة المفروض يكون كان 40 وأنا الأكشوال 35، فأنا real situation إن أنا متأخر 5% مش كما يبدو إن أنا أهد 5%. وهتلاقي المشكلة دي هتستمر معك لغاية الآخر لأنك أنت محكوم بوقت معين، فبعد سنة يبقى قدامك 70% 70% بقي لك سنتين يعني قضت سنة 70%. هل أنا أقدر 70% دي أحققها في خلال السنتين؟ هتلاقي إنه البلانر لو شغله مش مظبوط هتلاقي فيه non-conformance بين الاكشوال والبيز لاين بشكل عشوائي، مره تلاقيك اهيد بطريقه فالصو ومره تلاقيك بيهايند، وهو تلاقي مثلا كان عامل فيري اجريسيف سكيدجول فمطلع شكل البرفورمانس ان احنا بيهايند وان احنا مش شغالين صح. كذلك بالنسبه للكوست في assumptions بتتحط في البيزلاين استيميت، الاسامبشنز دي قد تصدق وقد تختلف. لو هي نفس الاسامبشنز وانا بنفذ هي هي المفروض ما يبقاش فيه فارينس، لكن مع اختلافها بيحصل فيه فارينس. احيانا بيبقى في البيزلاين اسم فيه عوار، في اندر استيميت في جزء معين، احيانا بيطلع البرفورمانس بتاع العماله والبرودكتيفيتي بتختلف، وبالتالي الكوست اللي كان معمول في الاستيميت الاولاني ما قدرش يحققه لانه البرودكتيفيتي قليله وبالتالي الكوست بتزيد. يعني ففي عوامل كتيره جدا، المطلوب ان الفاريانس اناليسيس يدي ريال اسيسمنت على الروت كوست بتاع الفاريانس. لو عملت اي assessment مش حقيقيه هتفضل المشكله قائمه ولغايه اخر المشروع هفضل الاداء بتاعي مش مظبوط. لازم احط ايدي على baseline كان مبني على assumptions 1 2 3 4 والcurrent performance 1 2 3 4 هل هم ولا في اختلاف، والاختلاف ده لازم اعترف بيه، لازم اضبط نفسي عليه واعترف بيه، يعني اعترف ان هو هيبقى فيه اوفر بادجتنج اوفر سبيندنج. ليه؟ لانه في اسامبشنز على
البرودكتيفيتي مش متحقق، في اسامبشنز على الماركت برايسز مش متحقق. فكل هذا الكلام الفارينس اناليسيس مهم جدا، يعني خاصه للمانجمنت الحقيقه. يعني ما يعني احنا كتير قوي بنبقى دايما trying to suit المانجمنت، نديهم حاجه يعني مريحه مسليه، لكن احنا يعني بنحب الحقائق. والكلام ده يعني لو قدرنا نعمله شهرين ثلاثه سنه مش هنقدر نعمله على طول. المشكله بتبقى موجوده وفي وقت معين بتبقى اكبر من انك انت تخبيها. Contract terms and conditions قلنا من ضمنها payment terms اللي هي الدفع بتدفع progress payment بتدفع كل 4 أسابيع ولا 6 أسابيع ولا شهرين. الadvance payment شكل الكاش فلو نفسه، يعني المايلستونز بتاعت الحاجات الكبيرة زي البروكيورمنت، المايلستونز 100% بتوتال بتاع البروكيورمنت بتقسم على مراحل. المراحل دي ممكن تبقى فرونت اند، ده متحملها في الاول، دي بتخدم المقاول وبتسحب كاش من المالك، ودي جزء من التيرمز اند كونديشنز. الانكو تيرمز اختصار انترناشونال كوميرشال تيرمز، ودي بتفصل بين الفندور اللي هو بيبيع حاجه بيصنع حاجه وبيبيع حاجه، وبين الباير اللي هو المالك، وإلى حد كبير هي حسب الأوبشن بتاع الدليفري. أنت ببساطة بتنقل ريسك من طرف للتاني. يعني لو أنت الباير اللي هو الفيندور أو السبلاير قال لك أنا إكس ووركس معلوش أي مخاطر، يعني عند باب الورشة على استلم معلوش أي مخاطر يعني. لكن لو هو الفيندور او السبلاير واخد سي اي اف فهيبقى العرض بتاعه شامل انشورنس وفريت، والفريت ده حكايه كلها مخاطر، والانشورنس برضو لها مخاطر. فالانكو تيرمز الحقيقه بتحط خطوط فاصله بين ادوار والتزامات الطرفين اللي هم السبلاير او السيلر والباير. بشيء من تفصيل الكوست استيميتنج والعوامل اللي هي بتدخل فيه دي هنتعرض ليها، على اساس قلنا ان هو البيز اوف فاينانشال از جود كوست استيميتنج، جود اند روبست كوست استيميتنج. عشان كده احنا هنتطرق ليه بشيء من التفصيل، وهنستعمل اكسل شيتس في ان احنا نعمل الاستيميتس بناء على الهيستوري. سريعا كده يعني البروجكت موديل الحقيقه هو الكورس بتاعنا بيتكلم على بروجكتس اند كومبانيز، financial management of projects and companies. حد يعرف ايه الفرق بين البروجكت وبين الكومباني، المشروع بين الشركه؟ حد مشكورا من الحاضرين يدينا كده تعريف بسيط المشروع والشركه. طيب ببساطه شديده المشروع جزء من مراحل عمر الشركه. يعني الشركه دايما بتبدا انها to acquire some assets، يبقى ليها assets مصنع أو محطة كهرباء أو أوتيل أو مستشفى أي حاجة. فالطريقتين إنك أنت كراجل مستثمر يبقى عندك أصول، يا إما تشتري أصول جاهزة ده يعني حاجة سهلة، يا إما to develop assets دي من الزيرو إنك أنت تعمل engineering و procurement و construction تاخد لك سنتين ثلاثة خمسة. ده اسمه مشروع. المشروع بيتحول لأسيت، بيحصل لها أسيت مانجمنت أو أوبريشن أند مينتنس من المالك، ودي بتخش في مرحلة ما بعد المشروع بالنسبة للشركة. والشركة في مجملها بتبقى مرحلة تطوير مشروع وتشغيل مشروع، وفي الآخر خالص بقى فيه رايت أوف
ان المشروع بيتم اهلاكه او يتم تكيينه بحيث ان هو يبقى زيرو فاليو او سالفج فاليو. ف البروجكت موديل برضو المنظور ليه يختلف. اللي بيعمل الموديل ده هل هو مقاول ولا هو مالك؟ المنظور مختلف. خلي بالنا انه المقاول السكوب بتاعه جزء من الاوفرول موديل او جزء من الاوفرول بيزنس، يعني العقد بتاع المقاول جزء من المشروع من وجهة نظر المالك. المالك عنده حاجات تانية، عنده لاند اكوزيشن، يشتري الارض اللي هيعمل عليها المشروع، عنده بيرميتس وتعاملات مع الحكومة وجهات خارجية، عنده سكوب تاني خارج، غالبا بيكون عامل سام بيزك انجينيرينج وبيسلمه للمين كونتراكتور عشان يكمل عليه الديتيلد انجينيرينج. فهو كمان المقاول المشروع بالنسبة له بينتهي من الميكانيكال كومبليشن او البنفيشري اوكيوبانسي، انه جاهز. المرحلة دي الاونر بيعمل ترتيبات معينة بحيث ان هو يحول المشروع من مشروع لأوبريتنج أسيت، ودي ترانزيشن من مشروع لأوبريشن، بروجكت لأوبريشنز. ففي الحالة دي عندي منظورين. المنظور الأول سين الشركة إذا كونتراكت، عندي شركة كونتراكتور أو شركة الأونر يعني. لو أنا افترضت ان البروجكت سيل برايس انا مقدم تندر وكسبت بيه، خدت المشروع ب 500 مليون دولار وكانت تكلفتي اللي انا حاسبها 400 مليون دولار، المارك اب بتاعي 100 مليون دولار داخل فيها ريسك والتاكس والبروفيتابيليتي والاوفر هيدز. فال 100 مليون دولار اللي هو النت فرق ما بين الكوست والسيل برايس. Key terms of payment، في advance payment 10%، progress payment based on valued or earned value، fixed costs paid on level of efforts. Fixed costs زي project managers وال planning engineers والحاجات دي، يعني بيبقى بالشهر مفيش فيها يعني قياس أكتر من كده. Payment 30 days from invoicing، variation settled and paid before start. The key point انه ما بشتغلش في الفاريشن الا ما اخد موافقه العميل. performance bond 10% بتاخد سنه بعد ال completion بتاع، بعد provisional completion بتاع المشروع ده. بيزك موديل من وجهة نظر المقاول، وده بيتكلم على يعني وجهة نظر مختلفة. لو الأونر إذا أوبريتور وكان معمول على أويل أند جاز أوبريتور، أويل أند جاز إندستري بيزنس. لو حبيت أعمل شيرينج، نيو شير إكسل فايل، الفايل هل هو ده؟ طيب هل احنا شايفين الشير فايل ده؟ الفايل نفسه لا يا باشمهندس، باين ال باين ايه؟ الماي كمبيوتر بتاع حضرتك او الفولدر مش الاكسل. طيب شير هو الفايل اهو،
ايه اللي باين دلوقتي؟ كده باين الحمد لله. بالارقام كاش فلو فيزنج من وجهه نظر الكونتراكتور اكبر شويه عشان أرجو مش للدرجة دي. طيب أرقام طبعا أكيد مش هتتابع كده. كنا بنقول إنه السيل برايس 500 مليون وان الكوست 400 مليون وانه النسبه البرايس سوري الكوست على البرايس 80% والادفانس بيمنت 10%. هذا الكلام بيديني الكاش فلو كيرف ده. دين كاش فلو كيرف ده الكاش فلو كيرف ده بيقول ان 10% 50 مليون ادفانس بيمنت وبعد كده المقاول اللي يدفع دفع نيجاتيف كاش فلو كاش اوت يعني وبعدين اول دفعه بروجريس بيمنت اللي في الشهر الخامس اللي هي دي. حضراتكم متابعين معايا؟ ايوه. وبعدين مع المصاريف الزياده طبعا البار ده عباره عن فرق مستخلص ناقص تكاليف. فهنا الشهر ده اللي هو شهر الخمسة ده المستخلص كان أقل من التكاليف. الشهر اللي قبله كان المستخلص أقل بكثير أو من التكاليف ويدوبك يعني وهكذا. على مدى المشروع بيبتدي في الآخر البروجريس بيبقى أكتر من التكاليف. في آخر المشروع الكيوميتيف كاش فلو 100 مليون هي فرق بين 500 البرايس و400 التكاليف ياخدهم. تمام. عايز بس في هذا الموديل خلي بال حضرتك انه في الشهر 21 المقاول خد 70 مليون شهر 20 خد 70 مليون من ال100 مليون اللي هي مارك اب بتاعه. طيب شوف كده لو العشرة في المية دي اللي هي الأدفانس بيمنت كانت 5% مجرد ان انا احط 5% الموديل بيتغير على طول هتلاقي الأدفانس بيمنت بقت 25 مليون والشهر اللي هو 21 اللي حصله المقاول 73 مليون كان ادفانس بيمنت عشان 10% وصلته ل 70 مليون يبقى في فرق 7 مليون بين الترم بتاع الادفانس بيمنت. طبعا تاكد ان هو لو هو مثلا ادي التفاوض وخد 12% هتبقى اكتر. الموديل المبني بحيث انك انت السنسيفيتي ادي اللي بنقول عليها السنسيفيتي تلاقي ان هو في الشهر ال 21 حصل 73 مليون قبل كده كان محصل 70 مليون 10% كان 70 مليون 12% بقى 73 مليون. الميزه بقى ان احنا بنقول ايه التايم فاليو اوف ماني انه كل ما اخد فلوسي بدري كل ما قيمتها يعني الفلوس دي مش ارقام بس
هي ارقام مجرده، لكن الفاليو بتاعتها النهارده لو طبقت عليها مبدا التايم فاليو اوف ماني هتلاقي انه الكاش فلو ده هيديك فاليو اعلى بكتير قوي من الكاش فلو اللي هو بيزد على 10% الادفانس بيمنت، واعلى واعلى من 5% ادفانس بيمنت. لو احنا جينا طبعا لو التيرمز اوف بيمنت كانت سي شهرين بدل ما هي 4 أسابيع، هتلاقي انه الدفع دي اللي هي الايجابيه دي تترحل، وبالتالي شكل الكيرف هيتغير. فهل العرض السريع ده وصل الفكره انه الكونتراكت تيرمز اوف بيمنت بتاثر على الكاش فلو؟ هو نت مونثلي كاش فلو هو نفس الارقام دي اللي هي السطر ده اللي هو 40، في عندك بوزيتيف نيجاتيف 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 لغايه شهر 11 يبتدي يعمل برضه، دي شهر 11 كان نيجاتيف، كان نيجاتيف من شهر 12 الدفع بوزيتيف لان هو البيمنت بتبقى زياده، البيمنت كل دولار بدفعه باخد عليه 1.25، باخد عليه النسبه اللي هي 500 على 400 باخد عليه 25% اللي هي المارك اب بتاعه يعني. فده هل الرسالة كده واصلة؟ شباب في حد عنده سؤال؟ طيب أسمحكم ناخد بريك كده 5 دقايق، وفي هذه الأثناء اللي عنده أي سؤال ممكن يبعته لنا، وما كانش عنده سؤال النهاردة فاحنا بنسيب الباشمهندس حمد بيسيب الايميل بتاعي والواتساب، اي كلاريفيكيشن ممكن نرد عليه في خلال الاسبوع لغايه لما نشوفكم المحاضره اللي جايه. هناخد بريك 5 دقايق ونرجع تاني نعمل شير لحاجات تانيه ظريفه، مودلز ظريفه عشان تبين الديسكاونت كاش فلو. ماشي يا شباب، الساعه 8:02 نرجع بعد 5 دقايق ان شاء الله. باشمهندس حمد معاك يا هندسه، بريك 5 دقايق ممكن؟ براحتك يا فندم. بس عشان الحنجره بس استريح شويه. باشمهندس فوزي صوت حضرتك واضح والناس موجوده. طيب. ممكن معاك تكمل على طول. هنكمل، احنا جالنا سؤال بيقول فضلك توضح لنا الفرق بين البروجكت برايس والبروجكت بادجت. البروجكت بادجت هي في السياق بتاعنا هي البروجكت كوست اللي هو المبلغ اللي مدير المشروع من حقه يصرفه عشان يخلص المشروع. يعني لو قلنا البرايس اللي هو التندر البيد اللي الشركه قدمته كان 500 مليون، الشركه مكلفه 400 مليون، 400 مليون دول مدير المشروع ملزم انه يخلص المشروع في حدود ال 400 مليون. ده البروجكت بادجت. أرجو أن يكون كده الوضع. في سؤال تاني، هل المحاضرة متاحة؟ أعتقد بكرة هينزل لينك بالمحاضرة. باشمهندس محمد مظبوط؟ أكد لي. طيب اللي أنا فاهمه أنه بينزل لينك بالمحاضرة تاني يوم إن شاء الله. التوبيك بتاع تايم فاليو أوف ماني المهندس محمد كان سريعا في المقدمه كان اتكلم عليه. كلام مكرر اساسي means that the money available at the present time is worth more than the same sum in the future due to its potential earning and inflation. مين اللي خلينا نتكلم على الانفليشن؟ انه النهارده القدره الشرائيه بتاع الدولار
بعد سنة بتقل، فهو ده بسبب الـ time value of money. باختصار شديد، the core principle of finance is that provided money can earn interest, any amount of money is worth more the sooner it is received. فلوس النهاردة أقيم من فلوس بكرة. Time value is also referred to as present discounted value. إنه الزمن يخصم من قيمة الفلوس بنسبة معينة. Importance of time value of money. It can save company from insolvency or bankruptcy. ينقذها من ورطة الإفلاس. Or vice versa, it can cause company to go into insolvency. لو انت حساباتك اللي هي based على the time value of money أو discounted cash flow صح، ممكن تنقذ الشركة من ورطة الانسولفنسي، إنما تاخدش commitment تغرقها، تبقى أكبر من إمكانياتها، وبالتالي تحصل انها تخش في افلاس او تعثر مالي. يعني لو الحسابات غلط ممكن تخلي القرارات غلط وتخش في دائرة الانسولفنسي او البانكربسي. وغالبا كتير قوي شركات بتخش في الانسولفنسي، التعثر المالي او الفشل المالي او الافلاس، بسبب حسابات خاطئة عن الـ time value of money، assumptions غلط. أي مكان السبب، المهم إن الحسابات بتاع الـ cash flow discounted cash flow مش مظبوطة. ولما الشركة بتاخد قرار بناء على هذه الحسابات اللي هي مش مظبوطة، تخش في مشكلة الإفلاس. It can improve annual profits or vice versa. نفس الكلام، ما تكون حسابات واضحة بتخليك تعرف المارجن بتاع البروفيت، وبتخليك تعرف الكوستس بتاعتك ريزنابل ولا لازم انك انت تقللها، وبالتالي بتزود الانوال بروفيتس. It enable company to catch business opportunities or vice versa او lose business opportunities. برضو لو الحسابات مظبوطة، فالبيزنس بروبوزلز او البيزنس اوبورتيونيتيز بتبقى واضحه، هل هي انترستينج، هل هي بروفيتابل، بحيث الشركه تمشي فيها وتقتنصها يعني او تتبناها، او العكس. امباكت ذا كومباني ريبيوتيشن بوزيتيفلي اور نيجاتيفلي، هي مرتبطه بموضوع الوضع المالي للشركه. قرارات معينه بتخلي الشركه تهتز او تنمو. يعني نحن شايف اخبار الشركات كل يوم، شركات بتكبر وفي شركات بتتقلص وفي شركات بتطلع بره البيزنس تفلس. بيزكس يعني هو المثال بيقول if you have the option to choose between receiving $10,000 now or $10,000 in 2 years, you will definitely go for the first option. ان انا اخذهم النهارده دلوقتي. القيمه هي واحده، نمبر وايز القيمه واحده انها 10,000، لكن الفاليو مختلفه. 10,000 النهارده اقيم، as more value than 10,000 in 2 years. بالأرقام، الفورمولا بتاع الفيوتشر فاليو والبريزنت فاليو، الفيوتشر فاليو المكافأة للبريزنت فاليو. يعني النهاردة عشان تديني 10,000 النهاردة، بعد سنتين لازم يكون 11,000 مثلا سي، أو 11,500. فدايما الفيوتشر فاليو لازم تكون عدديا اكبر من البريزنت فاليو حسب الفورمولا دي. فيوتشر فاليو هتساوي البريزنت فاليو في افتح قوس 1 زائد
اي على ان اي اللي هو الانترست ريت السنوي اللي هو سي بيبقى 10%، وان نمبر اوف كومباوند بيريدز بير يير، ممكن يكون ان ده يكون واحد يعني مره واحده في السنه، او مرتين لو كل 6 شهور، او 4 مرات لو كل 3 شهور، او طور يعني العدد بتاعه. اس ذا باور قوس ده تو ذا باور اوف عدد المرات الكومباوندينج في عدد السنين اللي هو التي دي الفورمولا. لو حسبنا الحسابات دي فالفيوتشر فاليو بتاع ال 10,000 هتبقى 10,000 افتح قوس 1 زائد الانترست ريت اللي هو 10 على مره واحده انوال كومباوندنج بيريود تو ذا باور، العلامه دي تو ذا باور اس يعني اس ذا باور 1 في 1 ده ان ده اللي هو نمبر اوف كومباوند بيريود قلنا 1 والتي 1 عشان كده 1 في 1 يطلع ان هذا الرقم مكافئ 10,000 تكافئ 11,000 حسب الانترست ريت اللي هو 10. طبعا لو الانترست ريت اختلف الرقم هيختلف، لو الانترست ريت زاد فالرقم ده لازم يزيد والعكس بالعكس. هنا الكيس لو انا عندي كوارترلي فبيبقى عندي 4 مرات في السنه تو ذا باور 4 في 1 يعني هتزيد، خلي بالك هتبقى 10 في 11 و38 1038. لو تعمل مونثلي مرات هتزيد، كل ما تعمل عدد مرات كومباوندنج اكثر كل ما الرقم بيزيد. وده نظام اليهود يعني، يعني لو ديلي كومباوندنج بيطلع اعلى رقم اللي هو 11 يعني شغل 365 كومباوندنج بيريود يعني يطلع اقصى حاجه اللي هي 11,052. So the time value of money depends on interest rate وال period and the number of compounding times per year. مدة سنة وعدد كومباوند مرة واحدة في السنة أو مرتين كل 6 شهور يعني أو 4 مرات وهكذا. الكيرف ده احنا شفناه قبل كده اللي هو الموديل بتاع المشروع اللي هو 500 مليون بالنسبة للمقاول. دي كانت كيس اللي هي $50 مليون ادفانس بيمنت ل 10% ادفانس بيمنت 50 مليون، وقلنا ان هو عند الشهر اللي هو 21 هنا السلايد اللي بعدها اللي هي 5%. واضح ان الكيرف متاخر متاخر في كلتا الحالتين. الفرق بين البرايس والكوست اللي هو 100 مليون بيتحصل في اخر المشروع، لكن الدفعات اللي هي متاخره قلنا قيمتها اقل من الدفعات اللي هي ان ادفانس قبلها، فده اللي بيحسن ان هو كده كده انت عارف ان هو الادفانس بيمنت بتتسيح او بتتخصم من البروجرس بيمنت، وبالتالي تاخد 10 تاخد 5 تاخد اكتر تاخد اقل، هي بتتسيح من البروجرس بيمنت وبالتالي ما بتاخدش حاجه زياده يعني، هي بتاخد حاجه تحسن الكاش فلو بتاعك. ارجو ان الزملاء يكونوا متابعين هذا الكلام. الكاش فلو لو انا عندي مجموع دفع كاش فلو 1 كاش فلو 2 كاش فلو ان دفع كل سنه سي، فالديسكاونتد كاش فلو بيبقى عباره عن اول سنه بمقسوم على 1 زائد ار حيث ار هي الديسكاونت ريت، ثاني سنه ب1 زائد ار تربيع، ثالث سنه ب1
بيبقى 1 زائد ار تكعيب وهكذا. هشوف معاكم طب مش هنروح للاكسل ولا حاجه. لو ديسكاونت ريت 12% لو عندي مشروع، عندي مشروع يدخل لي كل سنه 15 مليون، اول سنه 15 مليون وثاني سنه 15 مليون عدديا، عدديا طبعا الفاليو زي ما قلنا مختلفه، ف 1 زائد ار هتبقى هذا الرقم، اول سنه هيبقى كده وتاني سنة هيبقى 125% 140%. ولو قسمنا الرقم ده على الرقم ده هيطلع أقل، ولو قسمناه على رقم أكبر هيطلع أقل أقل أقل. المهم إنه الفاليو توتال فاليو على مدى أربع سنين لهذا المشروع بيطلع لي 45.6. الراجل بيعمل إيفاليويشن على مدى أربع سنين، طبعا هو ذكي وحصيف ويعني واقعي. الفوركاستنج مشاكله دايما انه الاسامبشنز بتاعت النهارده كتير قوي في ظل الجلوبال تشينجز السريعه، فاليد لمده سنه ولا سنتين. قلت له فوركاستنج على مدى 8 سنين لا طبعا، الدنيا دنيا غير الدنيا خالص. يعني شوف مثلا الكرنسي اكستشينج والحاجات دي كلها بتتغير تغيرات جسيمه يعني. فهو قال لك لا انا شورت تيرم اربع سنين يا دوبك يعني احسب الحسب عليها، والاسامبشنز ما تتحققش تتغير كثير. فاجمالي التوتال فاليو هيبقى 45.6 مليون. وبعدين المصنع والشركه لها سالفج فاليو 12 مليون، فهو في اخر الاربع سنين هيحصل ما قيمته 57.6 مليون دولار، وهو الاوريجينال انفستمنت 50 مليون. يعني هو عشان يعمل المشروع ده بيعمل استثمار 50 مليون، والاستثمار ده بعد اربع سنين بيجيب له 57.6 مليون، يبقى الريتيرن انفستمنت، انفستمنت ريتيرن 7.6 مليون. ممكن يكون اكسبتابل بالنسبه له على اساس دي حاجه بتاع 15%، ممكن يكون قليل يقول لك لا مش فيزبل بالنسبه لي، انا عايز الريتيرن انفستمنت تكون 10 مليون تقدر مثلا 18% وهكذا يعني. ف ده كيس عايز اشوف مع حضراتكم الاكسل فين. الاكسل هو ده الاكسل. طيب DCF شايفين الشير ده شباب؟ باشمهندس حمد يا جماعة أنا عايز أتكلم وأنتوا معايا، مش عايز أتكلم مع نفسي. شباب مش هتكلم لو حد يقول لي جو أهيد شات فيها أوكي تمام أيوة تمام. طيب عادل توفيق مشكورا أيوة تمام. طيب جميل حكت. هنا عندي على مدى أربع سنين المشروع أو الاستثمار ده بيجيب كل سنة 10 مليون، 10 مليون، والانوال ديسكاونت ريت 12%.
بناء عليه. ال 10 مليون بعد اول سنه بتنزل قيمتها 8.9 8 7 1 6 4 اجمليهم هيطلع فطور زائد 12 يطلع 42 مليون. 42 مليون وهو صارف 50 مليون انفستمنت، فهو فرق مع نيجاتيف 7.6 من 10 مليون. لو جيت قلنا السنسيتيفيتي للديسكاونت ريت، لو الديسكاونت ريت بقى 10% هيحصل انه هم حاجتين اللي احنا بنتابعهم، الانوال كاش فلو 10 مليون والديسكاونت ريت في الحاله دي 10. ففي الحاله دي التوتال انفستمنت 43 توتال يعني ريتيرن 43 والانفستمنت 50 يبقى برضه ستيل نيجاتيف. حتى لو نزلت ب الديسكاونت ريت ل 5% ده احسن شويه، بس ستيل ال 10 في ال 10 مليون سنوي دي ما بتديش العائد لانه في الحاله دي الريتيرن نيجاتيف 2.5. احسن حاله نيجاتيف 2.5، احسن منها اسوء منها اسف 6.3 واسوء حاجه اللي هي 7.6. لو جينا هنا قلنا طيب لو الانوال ريفينيو او الانوال كاش فلو 15 مليون وديسكاونت ريت 12 مليون في الحاله دي اجمالي الانوال زائد السالفج فاليو اللي هي قيمه المشروع في نهايه الفتره الاستثماريه اللي الراجل بيدرسها بيقيمها هيطلع ان هو المشروع بيجيب له 7.6 من 10 مليون. لو الديسكاونت ريت قل ب 10% البي الانترست باي او الانترست ريتيرن بقى 9.5 زاد، ولو 5% زاد اكثر بقى 15 مليون بقى 15 مليون. خلي بال حضرتك اشوف كده لو الديسكاونت ريت صفر اشوف القيمه تبقى كام لو الفورمولا مظبوطه يعني 22 مليون 22 مليون. خلي بال سيادتك انه الانوال كاش فلو كل سنه هو هو، مفيش انترست مفيش نصبايه بتاع التضخم والكلام ده كله، هو ده اللي رجعك لايه؟ يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. الانترست زيرو. الناس دلوقتي في اليابان وفي الدول دي بيحاول الانترست ريت يبقى 0.5% 0.25%، مفيش الكلام ده، بيحاول يقرب من الاصل بتاعنا اللي هو انه مفيش انترست ريت، وده اعلى باي باك لهذا الاستثمار. يعني في 50 مليون يجيبوا لك في الاخر 72 مليون يبقى الريتيرن 22 مليون. عنده ال 22 بقت 15. ارجو ان ده يوضح الفكره بتاع طب السؤال يبقى انا عندي حاجتين، الانوال كاش فلو بتاع المشروع والانترست ديسكاونت ريت. لانه الكاش فلو سهل ممكن احسبه، يعني ده لو اوتيل سهل قوي ان انا احسب متوسط اليوم فيه كام سرير وسعر السرير كام سعر الليله كام والاد اونز الحاجات التانيه، ممكن قوي اقدر احسب ان الاوتيل ده يجيب لي قد كده. لو محطه كهرباء، محطه كهرباء فيه كذا، اقدر احسب انها بتبيع مثلا 80 او 90% من الانتاج بتاعها على مدى مثلا 11 شهر لانها بتعمل شت داون،
شهر عشان الصيانة. فالحالة دي أقدر أحسب estimated kilowatt hour price، أقدر أحسب المحطة دي ممكن تدخل لي قد كده، وأقدر برضو أحسب المحطة السالفج فاليو بعد 4 سنين قيمتها قد إيه. لو المحطة مثلا 2 بليون قيمتها بعد 4 سنين ممكن تعمل لها evaluation مثلا 1.5 بليون أو 1.2 بليون whatever يعني. فبقي عندي بس اللي هو الرقم اللي هو الديسكاونت ريت، هو 12 ولا 10 ولا 5 ولا حاجة مختلفة. الحقيقة أحسن رقم متفق عليه حاجة اسمها weighted average cost of capital. يعني عايز أخفل بحاجة يعني معقدة شوية، لكن cost of capital، سيبك من الشاشة وركز معايا. cost of capital أنت كشركة أرأتك راجل مستثمر عايز تمول شركة، عندك حاجتين، يا إما تعمل أسهم إيكويتي تقول إن أنا حصدر قد كده قيمته مثلا 600 مليون أسهم للشركة، ده ما يكفيش الأسيت اللي أنا عايز أعمل، يقوم الباقي أنت مثلا محتاج 2 بليون، يبقى أنت مولت 600 مليون حصص أسهم إيكويتي وبقي لك 1400 مليون روح للبنوك أو أي فاينانسينج انستيتيوشنز تمول لك الـ 1400. الحصص الأسهم لها تكلفة، واللون القرض له تكلفة. الحصص أو الأسهم تكلفتها إنه أنا راجل عندي أسهم في الشركة بتاعتك، فأنا متوقع إن كل سنة تصرف لي سي 10% أو 8% مثلا. لو صرفت لي أقل من 8% أقول لك شكرا، أبيع حصتي وراح أحط الفلوس في البنك أو في investment option تاني بيديني 9% أو بيديني 10%. فدي لازم تكون مرهونة بالفرص البديلة. يعني أنا كشركة بقرر السنة دي حوزع أسهم، حوزع interest لحملة الأسهم 8%، عايز أبسطهم وخليهم يكملوا معاي، بشوف الفرص المنافسة بلاقيها في حدود 8 أو أقل من 8 يبقى أنا مبسوط كده تمام، 8 كويسين يا جماعة هنكمل ساعة هنكمل ساعة. لكن لو في فرص 10% أو البنوك بتدي 11-12% وطفر، ففي الحالة دي لو ديت 8% فأنا ببساطة جديدة بقول للناس روحوا شوفوا حالكم، أنا الخيار بتاعي مش هو أحسن خيار ليكم للاستثمار. ده الكوست أوف إيكويتي أو تكلفة الأسهم أو حصص المساهمين. الكوست أوف ديبت دين أو القرض هو عبارة عن اللي الدائنين بيتوقعوا إنك أنت تديه لهم برضه. انا عندي الفورمولا عباره عن حاجتين، جزء خاص بالايكويتي اللي هي اي وجزء خاص بالدي اللي هو الديبت، اي ودي اللي هي الماركت فاليو اوف ايكويتي ماركت فاليو اوف ديبت، دي لها قيمه سوقيه ودي لها قيمه سوقيه، والتوتال بتاع الاثنين اللي هو التوتال فاليو اللي احنا قلنا المثال بتاعنا 600 و1400 يطلع 2 بليون. هنا في الـ debt بيبقى after tax، عشان كده القوس الأخراني ده 1 ناقص الـ corporate tax بعد خاص الضرائب. عادة الأرقام دي بتبقى يعني لحد كبير واقعية ما يمثل قيمة الشركة. احنا كنا قلنا قبل كده انه الـ discounted cash flow لو مش محسوب صح ممكن يضر الشركة. في الحالة دي لو انت الـ weighted average cost of capital ده انا اقول عايز discount rate، قالك احسب الـ weighted average cost of capital. الفورمولا دي لو ما اتحسبتش صح ممكن تدي لك
انترست ريت 6. خلاص المانجمنت قال خلاص حسابات بتقول ان انا ديسكاونت ريت 6. 6 ده يخلي الناس تطفش من عندك، تطفش من عندك، ما تكملش معاك، لانه في فرص بديله احسن من كده. فعشان كده الحسابات دي الاسامس الثالث تكون واقعيه وحقيقيه علشان تدي ارقام اللي هي تعكس وضع الشركه وتعكس استقرارها المالي. موضوع السنسيفيتي قلنا بنشوف البارامترز اللي تحكم الموضوع. كان عندي 2 بارامترز اللي هو الانوال كاش فلو والديسكاونت ريت. طبعا برضو الانوال كاش فلو ده استيميشن واسامشن، يعني الكيس بتاع اوتيل مثلا، انت مثلا عندك 1000 سرير، ممكن واحد يفترض ان هو على مدى السنه 900 سرير. الافتراض ده ممكن يكون مش مظبوط، ممكن يكون مبالغ فيه، ممكن يكون هم 800 سرير، لان طبعا عندي سيزونز وعندي فترات بتبقى فاضيه. التكلفه، تكلفه الفندق، تكلفه الهاوس كيبنج، تكلفه الاكل و و و والحاجات دي كلها، التكلفه ممكن واحد يعمل اسامبشنز ورديه وتطلع التكلفه قليله، وبالتالي يعني السيلز اللي هي الحجوزات، عدد الليالي في سعر الليله ناقص التكاليف، التكاليف لو الحسبه مش مظبوطه فالرقم ده هيبقى يختلف. واحنا لقينا ان الرقم ده لما بيكون قليل البروبوزال بيبقى مش فيزبل، ولما بيكون زياده الرقم ده وراه معلومات دقيقه، معلومات تفصيليه اسف، وراه اسامبشنز واقعيه. لو انت ما عملتش كده الرقم ده مش هيبقى كريديبل، مش هيبقى له مصداقيه، وبالتالي ممكن ياخد قرار الراجل جو اهيد، والعمليه تكون في الاخر اخر السنه 15 مليون دول يطلعوا 13 مليون، وبالتالي الحسبه كلها تضرب منه. يدخل فيها مثلا انه طب اول سنتين 15، وبعدين قريب مني في فندق بيتبني هيشتغل بعد سنتين، فانا ليه افترض ان انا هحتفظ بالماركت كله؟ يعني المنطقه احنا قريبين من بعض، منطقه فيها مثلا 1500 سائح potential visitor، يعني ليه افترض ان انا هاخد 900 او 800؟ طب ما ممكن ناخد نص، ناخد 700 من هنا و700 عند الثاني وهكذا. فجزء منها برضو الفوركاستنج، الماركت شير بتاعي ايه؟ انا كمحطه كهرباء مثلا، لو محطه كهرباء مثلا قال والله يا جماعه ده في اتجاهات للحاجات اللي هي الرينيوبل انرجي، الطاقه الشمسيه، والناس بدات تستخدمها كتير والكلام ده كله، فانا في احتمال قوي ان الديماند على المحطه بتاعتي يقل، وبالتالي مبيعاتي تزيد. جزء من التكلفه اسعار الوقود اذا كان بترول او غاز، فجزء كبير قوي. لو انت افترضت اسعار مريحه، مش حاجه مريحه اليومين دول، ممكن تخلي لك التكلفه بتاعتك قليله، وبالتالي الانوال كاش فلو بتاعك يبقى مبالغ فيه ويطلع صوره ورديه جدا، تقول جو اهيد، وفي الواقع لما تيجي تنفذ لا انه التكلفه زياده، وبالتالي الانوال كاش فلو اقل من اللي انت كنت مستعمله في الحسابات بتاعتك، واللي هي حسابات يعني قالت لك جو اهيد وانت الوضع ما كانش مظبوط بهذا الشكل. تايم فاليو نفس الكلام. طيب اسكاليشن. طيب الحاجات دي كلها احنا هنحكي لها التفصيل اكتر المره الجايه ان شاء الله. هنخش توبكس زي البريك ايفن اناليسيس زي دي، هنشوف كيسز نتعرض ليها. و يعني انا ارجو من حضراتكم مشكورين انه زود القيمه، انه كيف تم تحديد الديسكاونت ريت؟ اظن انا جاست جاوبت على هذا السؤال مهندس احمد. كيف تم تحديده؟ احنا قلنا انه الموست اكسبتابل اللي هي ويتد افريج كوست اوف كابيتال، واحنا مرينا على الفورمولا
وقلنا ان هي جواها assumptions، او assumptions لازم تكون مظبوطة عشان يطلع بالرقم اللي هو الحقيقي. طبعا فيها forecasting يعني قيمة أصول الشركة، قيمة حصص المساهمين، قيمة السوقية لما تقول بعد سنتين قد إيه. ده الفوركاستنج ده فن كبير قوي في الفاينانشال اناليسس، وليه اصوله، والمفروض انه يبقى كريديبل، يبقى واقعي، ما يبقاش وردي، بحيث انك تورط اصحاب القرار في قرارات مش مظبوطه. فهو الموست اكسبتابل اللي هو الوايت افريج ويتد افريج كوست اوف كابيتال. لكن نرجع نقول انه باب الاسئله مفتوح. اوكي تمام. الصوت بيقطع. ممكن صفحه الاتصالات. شيم اون مي، انا اسف جدا. طبعا هو اول جزء في الكورس اللي هو الباوربوينت، لازم يكون فيه طبعا الاختصارات، طبعا مفيش كلام، ده قلة لياقة من المحاضر انه يفضل من غير. انا عادة بحط اول جزء الاكرونيمز في الاول خالص في اول الكورس، فأوعد حضراتكم انه المحاضرة الجاية ان شاء الله يكون أول صفحة تكون acronyms علشان whatever you go. أنا عادة يعني هو كتقليد يا إما قبل التقرير كله يكون في summary of acronyms، يا إما لو أنت بتستعمله فأول مرة تكتبه spelled out وتختصره، بعد كده ممكن تختصره على أساس أنك أنت مر قبل كده، بحيث أنه لو واحد عايز find هيلاقي أول مرة find، هتلاقي الاختصار وجنبه الاسم كامل يعني مذكور بالكامل. لكن أشكرك على اللحظة. المفروض إن احنا نحط list of acronyms abbreviations and acronyms. في أي حاجة تاني؟ باشمهندس محمد حسين معانا؟ طيب باشمهندس محمد حسين شكله مش معانا. الزملاء معانا؟ في ناس طبعا اللي في الجلف شكلهم خلاص بيسلموا لانهم عندهم شغل تاني يوم، والنهارده الساعه دلوقتي داخله على 11 عندهم يعني. ف اذا كان اي حد من الزملاء عنده اي تساؤل نرحب بيه، ما كانش دلوقتي يبقى الايميل هيوصل لكم ان شاء الله، وارجو ان الباوربوينت والاكسل شيت يبقوا شيرد عندكم بكرة إن شاء الله. قبل ما نقول لكم السلام عليكم، في أي حاجة نهائي؟ مش مهندسين كله تمام؟ تمام. تمام. ممكن طبعا رقم احطه هنا في الكومنت هنا. ليه لا، احطه هنا 010361647. تمام كده جون. تمام. طب والايميل برضو عايز انا اضيف ايميل، مش عارف انا. طيب ضيف الايميل بالمره wzygraz@gmail.com او zharaz@gmail.com. طيب تمام كده. طب ما انا الحق انا استعمال الشات عندي
I need some training. كده خلاص يكون ظهر ولا safe chat. طبعا safe chat كده وصل feedback. رقم لم يظهر والإيميل. ما حد يقول لي، حد يرفع صوته يقول لي اعمل ايه بالظبط عشان المسج تروح. احتمال الشات يكون موجه لشخص واحد. رايت جبار حمدان، صح. طيب ازاي نخليه select everyone؟ طيب you're right select chat to. ايوه chat to فين؟ everyone كده تمام. We can see your messages receiving. شكلها كده تمام، شكلها كده تمام، وصل للجميع. طيب الله كويس. يعني بالنسبة لشخص جيل تاني بالنسبة لنا ده تشالنج كبير، يعني نشق في التكنيكس الجديدة دي. اوكي يا شباب، اوكي doing great. اشكرك باشمهندس محمد مكي. عمر احمد. اوكي طيب who can see you. شكرا جدا لحضراتكم، شكرا جزيلا. طيب يا ريت والله تساعدينا، انتم معاكم الايميل ومعاكم التليفون، خلال اسبوع اي مشاكسه كده، اي مشاغبه، اي موضوع يعني نشارك معاكم فيه. طبعا انا ما عقبتش wherever you are from، يعني لو انت من صناعه construction، من صناعه utility، من صناعه oil and gas، المفاهيم هي المفاهيم والكارير هو الكارير. عايز بس اذكر الزملاء بانه في نماذج شهيره جدا عندنا في مصر. عندنا في مصر المهندس هشام بكاوي ده اللي هو شغال في بي بي، شغال ريجنال مانجر للميدل ايست ونورث افريكا. ده بوزيشن كبير جدا بالنسبه للبي بي. المهندس هشام بكاوي اصله مهندس معماري. هو اشتغل يمكن 3-4 سنين في الاول مهندس معماري، وبعدين حد الحلال وجهه وقال له انت تروح تاخد ام بي اي الفاينانس والفاينانشال اناليسيس، فاخدها واعتقد شبك مع بتوع بي بي وهم الاويل اند جاز، يعني الفاينانشال اناليسيس والمواضيع دي بالنسبه لهم كور في البيزنس بتاعته. فترقى بسرعه لانه كان وصل كانتري مانجر وعنده 38 سنة. ده بالنسبة للبي بي يعني يعتبر تشالنج كبير يعني. فالسكة مفتوحة، المهم تكون انترستد في الموضوع وشايف ان في فاليو للموضوع وان الكارير مفتوح لكل الناس، مش حكر على ناس خريجين بزنس ادمنستريشن ولا خريجين تكنيكال ولا واتيفر ولا شغالين في اولان جاز ولا حاضر الاكسل والباوربوينت. ان شاء الله حاضر حاضر باذن الله، اوعدكم بهذا الكلام. تمام يا شباب، استودعكم الله، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي نفس الوقت.